وبالتالي كده عضلة الأوربيكولاريس أوكيولاي أو اللي هي العضلة المستديرة الموجودة حوالين العين هي بتتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول هو الجزء اللي بيستدير حوالين الأوربت، عشان كده بنسميه أوربيتال بارت، والجزء الثاني اللي هو بيستدير حوالين الجفن بنسميه البيبرال بارت. ووظيفة الأوربيتال بارت إنه بتقفل العين تايتلي بقوة، بينما وظيفة البالبيبرال بارت إن هي بتعمل بلينكينج أو بتعمل عملية رمش. يبقى كده ده الأوربيتال بارت وده الإيه؟ البالبيبرال. يبقى ده الأوربيتال بارت وده البالبيبرال بارت. طيب الجزء الثالث يا دكاترة هو الإيه؟ اللاكريمال بارت، وقلنا إن هو ده اللي بيلف حوالين اللاكريمال ساك، ووظيفته إن هو يبدأ إنه يسحب الدموع من ناحية اللاكريمال جلاند إلى ناحية اللاكريمال ساك من خلال قلنا زي ما قلنا ميكانيزم اللي هو بتاع إنه يزود المساحة بتاعت اللاكريمال ساك أو يزود الاتساع بتاعت اللاكريمال ساك، فيقدر إن هو يقلل الضغط ويسحب الدموع. وسواء كان كنا بنتكلم عن الأوربيتال بارت أو البالبيبرال بارت أو اللاكريمال بارت، الـ3 أجزاء دول كلهم ما ينفعش إن إحنا ننسى أبدا إن الـ3 أجزاء دول أصلا هما عبارة عن عضلة واحدة. يعني الأوربيتال بارت والبالبيبرال بارت واللاكريمال بارت كلهم أو الـ3 أجزاء دول كلهم جزء من عضلة واحدة اسمها الأوربيكيولاريس أوكيولاي، اللي هي العضلة المستديرة الموجودة حوالين العين. لكن كل جزء ليه وظيفة، يعني كل جزء ليه وظيفة، كل جزء ليه الأوريجين والإنسيرشن بتاعه، وبالتالي هما بيختلفوا عن بعض. لكن يمكن نقطة التشابه الوحيدة الموجودة ما بينهم هي النيرف سبلاي. يعني سواء أنا كنت أوربيتال بارت أو بالبيبرال بارت أو لاكريمال بارت، أنا باخد الأمر بتاعي أو باخد الإنرفيشن بتاعي من نيرف واحد، ألا وهو لو رجعنا كده بالذاكرة، ادي النيرف اللي احنا بنسميه الفيشال نيرف اللي هو النيرف سبلاي بتاع منطقه الفيس او منطقه الوجه، وكان ليه افرع كتير. انا هركز على الفرع رقم 2 اللي هو احنا بنسميه التمبرال برانش اوف فيشال نيرف. التمبرال برانش ده بيبدا ان هو يدي الاوامر بتاعه الاوربيكولاريس اوكيولاي، يدي اوامر الحركه للاوربيكولاريس اوكيولاي بغض النظر بقى عن الاجزاء دي، هل هي الاوربيتال بارت هل هي البالبيبرال بارت. المهم ان هو التمبورال برانش اوف فيشال نيرف هو المسؤول عن اصدار الاوامر لكلي الماسل الاوربيكولاريس اوكيولاي بكل اجزائها.